فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ثم قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وفي الصحيحين عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قائل: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا: وفينا سلمان الفارسي رضي الله عنه. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. هذا كما سبق في أن العبرة بالجنس لا بالأفراد. فإذا قلنا إن جنس العرب أفضل من جنس العجم، وإن الحاضرة جنس سكان الحاضرة أفضل من جنس سكان البادية، ليس معنى ذلك أنه لا يوجد في أفراد تلك الجهات من فيه خير كثير. فالعبرة إنما هي بالعموم لا بالنسبة للأفراد. فإن العرب أفضل من العجم من حيث الجنس، لكن من حيث الأفراد قد يوجد في أفراد العجم من هو خير من كثير من العرب، مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه، والذي ذكر في هذا الحديث لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. هو الذي بعث في الأميين وهم العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في العرب هم الأميون، لأنهم ليس لهم كتاب فسموا بالأميين، لا يكتبون ولا يقرؤون. فالله فضلهم ببعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعليمهم حتى كانوا علماء بدل أن كانوا أميين. لكن لا يفهم من هذا أنهم أفضل مطلقا من العجم، فقد يوجد في العجم من يمن الله عليه بالإيمان والعلم فيصير له من الفضل أكثر من كثير من العرب. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. لما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر عليه السؤال أشار إلى سلمان الفارسي وقال: لو كان الإيمان والعلم بالثريا لنا له رجال من هؤلاء. فهذا يدل على أن فضل الله ليس حكرا على جنس، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، وأن مجرد العروبة لا يقتضي الفضل من كل وجه، بل إذا اجتمعت العروبة والإيمان فهذا لا شك أنه أفضل. وأما إذا انفردت العروبة عن الإيمان فلا خير فيها، لا خير فيها. فكذلك العجم لا يذم العجم لذواتهم، وإنما يذمون لملتهم وما هم عليه. فإذا أسلموا وحسن إسلامهم وتعلموا زال عنهم هذا الذم وصاروا من خيار الناس، كما حصل لما يلحقوا بهم. وقد جاء من العجم ومن الأئمة في الحديث والتفسير والفقه واللغة العربية من هو خير من كثير من العرب. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فالفضل يدور مع الإيمان.